ويلكم تو كارديو اليكس 19. السنه دي معانا دكتور مروه ابو هيبه. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بحضرتك يا فندم. ممكن حضرتك تعرفينا بنفسك؟ انا دكتوره مروه ابو هيبه، مدرس تمريض الاطفال بكليه تمريض جامعه اسكندريه. اهلا بحضرتك. حضرتك اول مره تيجي كارديو اليكس؟ لا مش اول مره الحقيقه. اوكي، حضرتك عندك سيشنز السنه دي في مؤتمر؟ انا تشير بيرسون في السيشن بتاعه الامرجنسي اللي هي الفوكس بتاعها على الكارديو بالمونري ريساسيتيشن. اوكي دكتور، كنا عايزين نعرف من حضرتك ازاي بنحضر الاطفال لقسطره القلب. تحضير الاطفال لقسطره القلب احنا مينلي طبعا بنعتمد على الايكوكارديوجرافي، بيدينا تفاصيل مبدئيه او ديتيلز مبدئيه، بس وي نيد يعني مور ديتيلز او مور ديتيلد انفورميشن عن الهيمودينامكس انسايد الهارت، البريشر، الساتوريشنز، فبنحتاج ان احنا نعمل الكارديو كاس فور دايجنوستيك اور يعني انترفنشن البيربسز. بنحضر الاطفال ازاي؟ احنا حاجات مهمه جدا عندنا طبعا، بيبقى متشخص مبدئيا بالايكوكارديوجرافي، بيبقى معانا في التحضير للاطفال حد مهم جدا هو دكتور التخدير. الانستيزيا مهمه بالنسبه لنا لانه طبعا محتاج يعرف اذا كانت الحاله الصحيه تو بيرميت ان الطفل ده تو اندرجو جنرال انستيزيا او لا، لان احنا في الاطفال الصغيرين الناس الكبار ممكن تتعامل بحاجه لوكل يعني، لكن الاطفال الصغيرين طبعا عشان ممكن بيتحركوا ما نقدرش نتحكم في حركتهم، فبنضطر ان احنا نستخدم الجنرال انستيزيا. يبقى دكتور الانستيزيا جانب مهم يتأكد ان الطفل تشست بتاعه تمام، هو يقدر يخدر ما فيش مشكله. بنحتاج ناخد الويت، بنحتاج ناخد الهايت او اللانس لو طفل صغير. اللانس والويت مهمين لان هم مهمين قوي في الكالكوليشنز بتاع السايز بتاع الكارديك الكاست نفسها او الشاس اللي هتبتدي تدخل. بيبقى معانا طبعا البلاد جروب، البلاد جروب ار اتش لو في اي انكومباتيبيليتيز، سي بي سي، سي ار بي، رينال فانكشنز، هيباتيك فانكشنز، كل الحاجات دي بتبقى موجوده. بنبقى متاكدين من البالسز، البريفيرال بالسز عند الاطفال، وغالبا بيبقى متحدد الاكسس هندخل منين. الاكسس بتاعنا في الاطفال الصغيرين قوي النيونيت نيوبورن لسه مولود ممكن نخش مثلا من مكان زي الامبلايك الكات، يعني ممكن يبقى الطفل ده مركب قسطره سره ويبتدي الانترفنشن او تبتدي البروسيجر من خلالها. مهم جدا كمان ان احنا نبقى عارفين الهيمودينامكس المبدئيه بتاعته، الساتوريشن، بلاد بريشر، تمبريتشر، كل الحاجات دي بتبقى متسجله بالاضافه للهيستوري بتاعه اذا كان في فاميلي هيستوري موجود ولا لا. ده بيفور انترنج الكاث لاب. المفروض المعلومات دي كلها تكون موجوده عندنا. دكتور، كنا عايزين نعرف الرعايه بعد قسطره القلب. الرعايه بعد قسطره القلب دي مهمه جدا، يعني لان احنا كمان عندنا للاسف ما عندناش تيم مخصص بوست كاث، يعني ان هو يبقى خاص برعايه الاطفال دول. الرعايه مهمه جدا من اول ما احنا بنستلم الطفل من الكاث لاب. بعرف كل اللي حصل اثناء البروسيجر نفسها، الديوريشن بتاعتها كانت ايه، الولد ده خد الديوريشن بتاعت الفلوروسكوبي، توتال ديوريشن بتاعت البروسيجر كانت قد ايه، هل حصل سيفيرال ترايلز للفاسكولار اكسس ولا لا، لان ده بيفرق معايا. ممكن تبقى فيه مالتيبل مثلا هيماتومز، مالتيبل فاسكولار اكسس، محتاجه ان انا تو بي فولود اب افتر الكارديكاس، اعرف اذا كانت في اي كومبليكيشن حصلت اثناء البروسيجر، في هيماتوم في مكان الانسرشن، في بليدنج، الهيمودينامكس بتاعته ازاي، بلاد بريشر، تمبريتشر، الفايتال ساينز كلها دي بعرفها من خلال قسطره القلب. بعرف اذا كان الطفل ده لما هيطلع عندي هل محتاج ياخد حاجه انتي كواجولنت زي الكلاكسان او لا. ببتدي فوق بتابعه. المفروض ان احنا في الحاجات في الرعايه الاساسيه او الروتينيه اللي احنا بنقدمها للاطفال دول بيفطروا لفتره محدده في ان ذير لاينج بوزيشن، يعني ما بيتحركوش المكان اللي فيه الفاسكولار اكسس عشان ما يبتديش يحصل هيماتومز او بليدنج. في ابحاث جديده اتعملت قالت ان احنا ممكن نبتدي نحرك الولاد في وقت اقل من كده، as far as ان الاطفال كمان ما بيقدروش يستحملوا مثلا ان احنا نقعدهم زي الكبار 6-8 ساعات ما بيتحركوش. بنبتدي نشوف الفايتال ساينز كلها، بنبتدي نشوف السايت بتاع الفاسكولار اكسس اذا كان فيه هيماتومز. ما ببصش على المكان الانسرشن من فوق انا كاطفال، ودي حاجات مهمه جدا بتتكتب عندنا في الكتب ان انا لازم ابص على الطفل من فوق رجليه مثلا اللي فيها الاكسس، وابص من تحت على اللينن والبيد نفسه، لان انا ممكن من فروم يعني اوتسايد ابقى شايفه ان مفيش بليدنج، لكن الاقي ان في بول اوف بلاد موجوده تحت البيبي ده او تحت الولد ده.
بتابع كل الفايتال ساينز بتاعته، بشوف البليدنج، بشوف الهيماتومز، الهيماتوما دي لو خارج بيها بعرف اذا كانت بتزيد ولا لا، ابتدي اشوف المكان اذا كانت الهيماتوما بتزيد ما بتزيدش، بتاكد جدا جدا من البريفيرال بالسز في السايت اللي فيه الفاسكولار اكس. يعني انا لو داخله من الفاميرال ارتري او الفاميرال فين لازم اتاكد ان البوستيريور تيبيال والبابليتيال بالس والدورسال سبيدس بالسز دول efficient والريت بتاعهم مظبوط و I can feel them efficiently، لان لو في اي ديسربنس انا حسيته ان البالس دي مش موجوده يبقى معنى كده ان انا ممكن تكون عندي بدايه هيماتومه كبيره او بدايه مشكله تؤدي مثلا ان في بعض الاحيان صعبه جدا في ولاد حصل لهم امبيوتيشن حتى للاكس سايت. فده من الحاجات المهمه قوي 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 ان انا اتابع الفاسكولار ستاتس بعد اثاره القلب، اشوف البريفيرال بالسز لان دي الانديكيتور بتاعي اذا كانت في حاجه مظبوطه ولا مش مظبوطه بالاضافه لبقيه الفايتلز بتاعه الطفل ده. ميرسي جدا يا دكتور، كنا سعداء جدا بوجود حضرتك معانا السنه دي في كارديو. ميرسي لحضرتك.